اهلا بيكم في سكر مكه، والنهارده ميعادنا مع سنجر الموتور داخلي اف 4. هنشوف ازاي نقدر نتحكم في السرعه، نشوف ازاي نقدر نغير الابره، نغير الدواس، وكل حاجه عن المكنه الاف 4 جاك اف 4 موتور داخلي. نبدا بشرح الشاشه. الشاشه هيبقى ظاهر فيها بي والشرطه دي، ومعاك زائد وناقص. زائد وناقص دول بنعلي ونوطي منهم السرعه حسب سرعة ايدك وحسب المرحلة اللي انت شغالها. الشرطة تحت دي معناها ان كل ما تشتغل الابرة هتقف تحت، بحيث عشان الزوايا تقدر تعمل جيب لحاجات زي كده، ولما تحب تخلص وتخلص الحتة خالص وعايز تطلعها بتدوس بكعبك ورا بترجع تطلع الابرة فوق وتطلع الحتة زي ما احنا شفنا. عايز الابرة تقف فوق، وده طبعا مش محبب قوي في الخياطة عشان نقدر نعمل زوايا، بتدوس هنا دوسة طويلة هتطلع لفوق كده الشرطة، يبقى كل ما هندوس الإبرة هتقف فوق على طول. بس الأفضل إن احنا نشتغل في الخياطة العادية بالإبرة تحت. وهنبتدي في اللضمة بلضمة المكوك، ازاي نملى الماسورة. معانا العيار ده بتاع الماسورة، وده اللي بيملى الخيط بتاع الماسورة. أول حاجة فينا فتحتين، فتحة الأولى دي نلضم فيها بالشكل ده، ونرجع نلضم في الفتحة التانية اللي هي دي بالشكل ده، وناخد الخيط ده ندخله جوه العيار ونتأكد ان في سن التقل كده، ونرجع نحط الماسورة وبنلف بالشكل ده كده لفتين او ثلاثة ونقطع الخيط، ونرجع نقفل ده وندوس على الدواس. بتبدأ هي تملى الماسورة وهي بتفصل اوتوماتيك، يعني بعد ما هتوصل للمستوى بتاعها هي تفصل اوتوماتيك زي كده. بالظبط بالشكل ده كده. تقدري تمليها وانت شغاله، او تقدر تملاها وانت شغال عادي، تحط الماسوره وتملى تبقى انت شغال والماسوره بتتملي لوحدها. بعد ما تخلص هي بتفصل اوتوماتيك، ما تشغلش دماغك بيها. بعد كده بتشيلها بالشكل ده كده، وتخلي الخيط هنا دي قطعه، وتمسك لك الخيط عشان ما يلفش على الموتور او على اي حاجه، يفضل مثبت الخيط تقطعه وتفضل مثبته. بعد كده تبقى تاخده تاني وتملى ماسوره تاني بنفس الطريقه وتقفل، وتسيبها هي هتخلص وتفصل لوحدها اوتوماتيك. وتاني حاجة في اللضمة هنبدأ لضم الإبرة. هنبدأ ناخد من أول النقطة دي كده، مش لازم ناخد التلاتة كده، هتطلع بالشكل ده، بحيث إن أي في حاجة في الخيط بتبدأ تلفها. نفس الكلام هنا كده ماشي. وهندخل الخيط جوه العيار، في هنا طبقين، بين الطبقين زي سنة شد، وبعد كده في هنا سوستة، وناخد من تحت من هنا هتديك كل ما هنشد السوستة هتبدأ تتحرك بالشكل ده كده معانا كده، يبقى احنا تمام. والخيط تقيل شوية مش خفيف خالص زي ما احنا بنشده من هنا، وهنرجع نحطها في دي بالطريقة دي كده، ونلضم النطار اللي هو ده بالشكل ده الجزئية الأولى، وبعد كده نبدأ ننزل على الإبرة تحت. نرجع ناخد الجزئية دي كده من غير بإيدينا بالظبط كده، وبعد كده هناخد الفتحة اللي تحت دي، وفي معانا هنا الفتحة دي والإبرة على طول بالطريقة دي كده بالظبط دي، عشان الفتلة ما تلفش على المسمار بتاع الإبرة وتتقطع. ونرجع الإبرة بتتلضم من الاتجاه ده، وهنوريكم ازاي الوقت الإبرة بتركب. وده كان لضم الإبرة معانا بالشكل ده كده. وده شرح لتركيب الإبرة. أول حاجة لازم تعرفوها إن في الإبرة في اتجاه مستقيم كده عادي مفيهوش أي مشكلة، وفي اتجاه فيه تجويف صغير كده، مش عارف هو باين ولا لا، بس احنا هنوريه لكم مفيش مشكله. الوقت دايما الاتجاه المستقيم ده بيبقى لبره،
واللي فيه تجويف دايما بيبقى لجوه المكنه ناحيه المسمار. الاتجاه اللي فيه تجويف ناحيه المسمار واتجاه المستقيم ناحيه بره. ونبدا ندخل الابره هنا كده في عمود الابره ماشي، ونرفعها للاخر خالص، نهول المسمار شويه عشان تخش ماشي، ونبدا نرفعها ونتاكد ان المكان اللي فيه التجويف دايما لجوه، وده لبره ومرفوعه للاخر فوق، ونبدا نربط المسمار. مش جامد قوي يعني عشان المسمار ما يبص، بس هو بنفس الشكل ده كده بالظبط. ده كده تركيب الابره، والابره دايما بتتلضم من الاتجاه اللي هو الشمال ده، والتجويف من الاتجاه اليمين. طريقه تغيير الدواس بيبقى بالشكل ده، بنفك الدواس المسمار ده كده ماشي، وبنرفع الدراع وبنسحب الدواس بالشكل ده كده. كده الدواس اتفك. عايزين نركب الدواس تاني، والدراع مرفوع اللي هو ده بيترفع يدوي، نبدا نرفعه فوق ونركب الدواس بالشكل ده كده. نخلي بالنا ان الابره فوق عشان ما تتكسرش، نبدا نرجع نركب بالشكل ده كده، القطاعة دي نركبها او متركبهاش زي ما انت عايز، وترجع تربط نفس الطريقة دي كده. نزل الدراع وتربط كويس، وتتأكد ان الابرة ما بتخبطش في الدواس، تنزلها بايدك، تأكد انها ما بتخبطش في الدواس من اي اتجاه، وتأكد ان الدواس مربوط كويس ما بيقعش، ترفع بالركبة خلاص، يبقى كده الدواس راكب تمام. حسب نوع الدواس ونوع المرحلة اللي انت هتشتغلها بتغير الدواس، وده هنوريه لكم في فيديو تاني انواع الدواسات وطريقة تشغيلها، وبنقدر نستخدم كل دواس لإيه بالظبط، فهتشوفوه في فيديو تاني ان شاء الله. تركيب الماسورة في المكوك هتبقى بالشكل ده، نركب الماسورة في المكوك كده، وفي هنا فتحة اهي صغيرة هنعدي الفتلة فيها وندخلها جوه الريشة دي، ونبدأ نسحب، نتأكد انها بتلف سهل، وان احنا لما نرفع المكوك كده ما يقعش، او لو بيقع وخفيف جدا بنبدأ من المسمار ده نقفله شوية، بنفك الريشة الرفيع بحيث انها ما تبقاش تقيلة، وفي نفس الوقت لما نمسك المكوك كده ما يقعش، ما تبقاش مفتوحة قوي يعني. تركيب المكوك هنخلي الفتلة دي ورا كده عشان ما تخشش معاه، والقطعة دي اللي ظاهرة من المكوك دي ناحيتنا، ونبدأ نمسك كده وهنرفع المكنة بالشكل ده. وفي هنا بيت المكوك اهو، هنبدأ في هنا فتحة وفي هنا زي مكان بارز، هندخلهم كده في بعض، وده في الاتجاه، ونسمع التكة دي كده، المكوك راكب تمام، ونسحب الخيط كده بيطلع معانا برضو سهل كده، يبقى المكوك راكب تمام خلاص، احنا كده بننزل المكنة ونشتغل. لو بعد فترة هتبدأ فيه أصلا فتحة هنا في قلب الحوض، تقدر تركب المكوك والمكنة مقفولة. طريقة التشغيل، هنرفع الدواس بالركبة بالشكل ده كده، نبدأ ندخل نحط القماش ونبدأ نشتغل. كل ما نقف طبيعي إن الإبرة هتقف تحت، بحيث إن احنا لو حبينا نعمل زاوية جيب اي حاجه ممكن محتاجه زوايا، الابره هتقف تحت على طول اوتوماتيك. عايزين نطلع الحته من تحت الدواس بندوس بكعبنا، يعني على نفس الدواس اللي بندوس تشغيل بندوس بكعبنا عشان ترفع الابره فوق ونقدر نخرج الحته. مش هنستخدم ايدينا في اي حاجه، مش هنلف الطرب ايدينا زي المكن القديم او الكلام ده، موتور داخلي هي بتقدر تتحكم في الكلام ده، ونقدر نتحكم في الاضاءه بزرار هنا، زرار زي ده كده في المكان ده، والزرار اللي هو اللي موجود جنب الإبرة ده بنقدر لو احنا في مكان عايزين ناخد غرزة واحدة بس، نقدر بالزرار ده ناخد غرزة واحدة لو هنلف عشان ما الحتة ما تنزلش على الفاضي، ونرجع نشتغل تاني. ده فايدة الزرار ده، والزرار اللي هنا ده بتاع الكشاف. هنخلص الحتة ندوس بكعبنا ورا او نضرب فرمطورة عشان نثبتها بإيدينا، ونرجع ندوس بكعبنا ونطلع القماشة ورا ونقطعها على القطاع اللي هي دي. وده كان شرح كامل المكنه الاف 4 جاك موتور داخلي، شرحنا ازاي نغير الابره، شرحنا ازاي نغير الدواس، شرحنا ازاي نغير السرعه، ازاي نقدر نستخدم المكنه، وسكر مكرما معاك، استنونا في فيديوهات جديده.